ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل حاجه جميله جدا وهتعجبكم. هنعمل كيكه طعمها حلو قوي بحاجه كلنا بنحبها. هنعملها بالتفاح وبطريقه سهله خالص ومكونات بسيطه جدا. بس قبل ما اقول لكم على الطريقه، ما تنسوش بقى اللايك الجميل بتاعكم وكومنتاتكم الحلوه اللي بتعجبنا. تيجوا بقى نشوف الطريقه، يلا بينا. المكونات: كوبايتين دقيق، كوباية سكر، ومعانا كوباية فيها حوالي علبة زبادي وعليها نص كوباية لبن، ومعانا نص كوباية زيت، وثمرتين تفاح، وأربع بيضات، وكيس بيكنج باودر، وكيس فانيليا، ومعلقة خل. تعالوا بقى نشوف الطريقة. أول حاجة هنجيب كوباية السكر وهننزل عليها بكوباية الزبادي على اللبن، وهنحط عليهم الزيت وهنضربهم مع بعض بالشكل ده. وبعد ما مزجنا كل المكونات مع بعض بقت بالشكل ده، هناخد بقى منها كوباية وهنشيلها في التلاجة وهنشوف هنعمل بالباقي ايه. بعد كده بقى هنجيب بولة ونحط فيها الأربع بيضات وعليهم كيس الفانيليا وعليهم معلقة الخل، وبعد كده هنحط باقي المكونات اللي خدنا منها كوباية وهنقلبهم مع بعض. مزجنا كل بقى المكونات مع بعض، هنجيب الدقيق والبيكنج باودر وهننزل بيهم تدريجيا وهنقلبهم كده مع بعض. وهنجيب صينية بقى وهندهنها زيت بالشكل ده، وهننزل بالخليط كله في الصينية بالطريقة دي. بعد ما حطينا الخليط كله في الصينية، هنجيب بقى التفاح اللي احنا قطعناه، قشرناه وقطعناه بالشكل ده، وهنبتدي نرصه بالطريقة دي. وبعد ما رصينا التفاح بالشكل ده، هندخلها بقى في الفرن على درجة حرارة 180 كنا فاتحينه من قبلها. وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن، خدت حوالي نص ساعة. شايفين شكلها جميل ازاي؟ هنحطها بقى في طبق التقديم. وبعد كده بقى هنجيب الايسنج اللي احنا كنا شايلينه في التلاجة وهنبتدي نحطه على كل الكيك بالشكل دوت عشان تتشرب منها. وده بقى الشكل النهائي للكيكة الجميلة بتاعتنا. وزي انتهى كده بشوية تفاح، انت عايزة تزينيها بشوية تفاح مفيش اي مشكلة، مش عايزة دي حاجة ترجع لك انت. تعالي بقى نشوفها لما نقطعها هتبقى عاملة ازاي. بصوا بقى يا جماعة، جميلة جدا وطرية قوي وجميلة وهتعجبكم ان شاء الله. الطعم تحفة. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لو انتم لسه جداد في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.